الدم حب لالي وفضل مشغول بيتي وصحابي وعالي بكل شكل لون احنا معاه والشعب كله بيتمنى 70 مليون عشاك وبيعشاك كورة وانت بعينيه. انتوا متأكدين ان هم 70 مليون بس ولا اكتر؟ هنعمل خصم للجميع. اعتقد بهم اكتر من 70 مليون، 70 مليون ده كان من كام سنه، لكن دلوقتي العدد عدى وفاق بكتير جدا ال 70 مليون. اهلا بيكم. حلقه جديده النهارده وحارس الاهلي. كتير هنتكلم وكتير هنقول وكتير هنحكي، لكن الصوره دايما بألف كلمه وألف خبر وألف ألف ألف مبروك للنادي الاهلي المتواجد اليوم في اجتماعات رابطة الأندية الأوروبية بدعوة من السيد ناصر الخليفي رئيس رابطة الأندية الأوروبية للكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، اللي توجه بالفعل صباح اليوم إلى أتنا لحضور هذه الاجتماعات ومعاه المهندس خالد مرتجي أمين صندوق النادي الأهلي. صورة تعبر عن الفخر والفخامة والأصالة وكل حاجة جميلة ممكن تشوفها تبقى في الصورة دي. مالكو ورؤساء الأندية الأوروبية اللي بيجتمعوا في أتنا وضيف الشرف النادي الأهلي، ومعه عدد من رؤساء الأندية في أفريقيا زي رئيس نادي الترجي ورئيس نادي يانج أفريكانز بصفته رئيسا لرابطة الأندية الأفريقية. لكن مغزى دعوة النادي الأهلي مغزى كبير وعظيم وأكثر من رائع. هقول لكم بس حاجة صغيرة. الحقيقة أنه الكابتن الخطيب المفروض ما كانش يسافر نظرا للظروف الصحية، ولكنه حدث زي ده كان لابد أن يكون متواجد. والحقيقة الراجل بيتحامل جدا جدا على نفسه، ورغم النصايح خليك هنا خليك بلاش تسافر، لكنه قرر أنه يسافر وقرر أنه يكون موجود، لأنها فرصة هامة جدا للاجتماع مع رؤساء الأندية الأوروبية، للاجتماع مع رئيس الاتحاد الدولي، للاجتماع مع السيد ناصر الخليفي رئيس رابطة الأندية. وارجع تاني واقول للكابتن الخطيب على مهلك على صحتك شويه، ربنا يديك الصحه يا رب وطولة العمر. ومعه السفير الامين خالد مرتجي. كابتن الخطيب يعود غدا، هيحضر اليوم الاول لكنه سيعود، وهيكمل المهندس خالد مرتجي ممثلا للنادي الاهلي. صوره فخمه، صوره جميله، ولما لا، لانها صوره النادي الاهلي.